السلام عليكم ورحمة الله، يا هلا ومرحبا فيكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج الملعب، والذي كما عودناكم نسلط الضوء فيه على آخر الأخبار المحلية وآخر الإنجازات الرياضية على جميع المستويات، بالإضافة إلى جانب من الأخبار العالمية. ولكن كالعادة البداية مع جولة مع أخبار المحلية. معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم الخليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم هنأ مجلس إدارة الجديد للاتحاد التركماني لكرة القدم بمناسبة حصوله على ثقة الجمعية العمومية للدورة الانتخابية القادمة، مبديا ثقته بقدرة المجلس على صون منجزات كرة القدم التركمانية وقيادتها نحو آفاق واسعة من التميز والنماء على كافة الأصعدة. فريق نادي البحرين تمكن من تأجيل حسم لقب دوري العموم لكرة الطاولة، وذلك بعد فوزه على نادي سار في المباراة التي جمعت بينهما على صالة الاتحاد بمدينة عيسى الرياضية. وقد شهدت المباراة حضور الشيخ حياة بن عبد العزيز آل خليفة رئيسة مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة الطاولة، ألا وستقام المباراة الفاصلة التي ستجمع الفريقين يوم السبت المقبل. تميزنا طالبات مدرسة الخنساء وحققنا لقب كرة القدم للصلاة في بطولة مدارس البنات الابتدائية، وذلك ضمن النشاط الخارجي الذي يقيمه قسم التربية الرياضية بإدارة التربية الرياضية والكشفية والمرشدات، وجاء تحقيق اللقب بعد الفوز في النهائي على فريق مدرسة كرنة. افتتحت اليوم أعمال المؤتمر العربي الأول بعنوان دور الرياضة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الوطن العربي، والذي تنظمه وزارة شؤون الشباب والرياضة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة في مملكة البحرين والمجلس الدولي للصحة والتربية البدنية والرياضة، وذلك بحضور السيد عبد الرحمن صادق عسكر الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة وعدد من رؤساء الاتحادات والأندية الوطنية، إلى جانب نخبة من كبار المتحدثين وحوالي 200 مشارك من داخل وخارج المملكة. أولى فقراتنا معكم مشاهدينا ننتقل فيها إلى فقرة سيكولوجيا الرياضة، واليوم موضوعنا عن رياضة عريقة جدا لها قاعدة جماهيرية كبيرة. تفاصيل أكثر عن هذه الرياضة مع عيسى الختال. رياضة الملاكمة هي أحد أنواع الفنون الرياضية القتالية ورياضات الدفاع عن النفس، تقام عادة داخل حلبة صغيرة مربعة الشكل، وتعتبر واحدة من أقدم الرياضات وأكثرها انتشارا حول العالم، وتحظى بمتابعة كبيرة جدا. ولا يخفى على أحد بأن هذه الرياضة تحتاج لإعداد بدني على مستوى عالي، وذلك من خلال التدريبات المكثفة والتمارين القاسية. وأيضا في الجانب الآخر، كل من يمارس هذه الرياضة بحاجة إلى الاستعداد النفسي والذهني، حيث أنه من الطبيعي جداً أن يتعرض الملاكم إلى ضغوط نفسية كثيرة وحادة قد تؤثر على أدائه، لذلك يجب أن يكون الاستعداد النفسي عالي جداً. والآن مع ضيفنا الدكتور علي صليبيخ سوف نتعرف على أنواع الضغوط التي يتعرض لها الملاكمين، وكيف يتعاملون مع التصريحات النارية التي يطلقونها قبيل النزال، وإلى أي مدى تؤثر الجماهير على الملاكمين. كل هذا وأكثر سنتعرف عليه الآن في برنامج الملعب.
مثل ما ذكر زميلنا العزيز عيسى الختال الإجابة على هذه التساؤلات الكثيرة حول رياضة الملاكمة، راح يجاوب عليها أستاذ علم النفس الرياضي المساعد بكلية التربية الرياضية بجامعة البحرين الدكتور علي صليبيخ. يا هلا ومرحبا فيك. يا هلا اخوي حازم، سعيد بتواجدك مرة أخرى دكتور. أنا أسعد، حياك الله. وأنا دائما يعني أحب في البداية أشيل بعض التوترات اللي موجودة عندي، لأن دائما أكون متوتر قدامك دكتور. لا لا بالعكس، ما شاء الله عليك متمكن ويعني تقوم بدورك على بالعكس شهادة على التسويق دكتور. خلينا نتكلم عن الضغوط في لعبة الملاكمة، شنو هي نوع الضغوط اللي تكون عند لاعب الملاكمة؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يعني الملاكمة أو أي رياضة ثانية من رياضات النزال، ملاكمة، الجودو، تايكوندو، غيرها من رياضات النزال، ما تختلف عن الرياضات الثانية التنافسية. الرياضة التنافسية بمختلف أنواعها تجي مع كم هائل حاليا من الضغوط النفسية، لأن اسمه ذكرنا من قبل قيمة الفوز جدا كبيرة، فما بالك لما تكون قيمة الفوز المعنوية والمادية المرتبطة برياضات النزال. اليوم الملاكمة صارت رياضة يعني وراها كم كبير من المكاسب المادية، سواء للملاكمين أو وكلاء الملاكمين أو حتى الجهات المنظمة. فهذه الجوائز الكبيرة بالإضافة إلى المتابعة الإعلامية والضغط الجماهيري طبيعي تولد كم كبير جدا من الضغوط على اللاعب أو على الملاكم، ومهم جدا أساس الملاكم يستطيع الاستفادة من قدرات البدنية، من قوته الجسدية، يستطيع أنه أول يتحكم بهذه الضغوط ويسيطر عليها. نعم دكتور، أنت ذكرت أن الآن بنفس ما قلت أن رياضة الملاكمة أصبحت رياضة لها قاعدة جماهيرية كبيرة ولها مكانة بين الرياضات العالمية، ولكن لاعب الملاكمة شلون ممكن يتكيف مع هذه الضغوط داخل الملعب؟ نعم، أو داخل حلبة النزال؟ أي نعم، تعودين على الملاعب صحيح اسم الملعب البرنامج. عموما كل رياضة أخوي حازم، اللاعب اللي مارس الرياضة بمختلف أنواعها في خصائص نفسية لكل رياضة من الرياضات، بمعنى أو في الواقع بشكل أدق في خصائص نفسية لكل مركز في الرياضة الوحدة. حارس المرمى في كرة القدم لازم تكون عنده خصائص نفسية تميزة عن المهاجم في كرة القدم. نفس الشيء ينطبق على الملاكم أو الرياضي في رياضات النزال بشكل عام، أيضا لابد أن تكون عنده خصائص نفسية تخليه أو تساعده أنه يقوم بأعباء هذه الرياضة. البعض يعتقد أن رياضة الملاكمة أو غيرها من رياضات النزال فقط تعتمد على القوة البدنية، نعم، وعلى قوة تحمل اللاعب يعني للضربات أو قوة تحمله حق الجهد البدني، ولكن رياضة الملاكمة أيضا تحتاج لقوة ذهنية وتحتاج لقوة نفسية أو صلابة ذهنية على أساس يستطيع الملاكم أنه يهيئ نفسه يعني أول شيء انفعاليا أنه راح يكون في حلبة، وأنه معرض لمخاطر، وأن الملاكمة مخاطرها مش فقط داخل الحلبة، حتى ممكن تلازمه في بعد يعني انتهائه من جولات الملاكمة أو حتى في حياته بشكل عام. فلابد أن يتهيأ نفسيا لتقبل هذه الضغوط ولتقبل هذه الحقائق. هذه التهيئة تحتاج من الملاكم أن يتوفق أو يعني يهيئ نفسه على مجموعة من الخصائص النفسية. أول يعني من أبرز هذه الخصائص النفسية ثقته بقدراته، أنه هو قادر على المواجهة، صح، وقادر على تحمل يعني الضغوط، وقادر على التغلب على الخصم اللي راح يلعب معاه. أيضا من الخصائص النفسية المهمة اللي يجب أن يتوفر فيه يعني يتميز فيها الملاكم هو قدرته على تحليل الوضع أو تحليل المباراة. شلون يستطيع أنه يقرأ الملاكم اللي أمامه، شلون يقرأ نقاط ضعفه، متى يحس أنه هو فعلا ضعيف، عنده انخفاض في لياقته. فهاي القدرة على قراءة الخصم والاستفادة من هاي القراءة، وهاي تجي من خلال يعني إعداد ذهني كبير جدا، يستطيع يحلل، يستطيع يركز، يستطيع يوجه انتباه الملاكم. أيضا خاصية مهمة نفسية، هذه كلها خصائص الرياضة أو ضغوط في رياضات الملاكمة. نعم. دكتور، لو نروح إلى وقت النزال، نعم، بعض الأحيان الخصمين يعني يتنافسون حتى بالكلام أو صحيح، حتى يحاول يستفز خصمه وقت النزال، صحيح، هل هذا يعتبر
يعني تشتيت ذهني أو يحاول أن يشكل ضغط على الخصم. نعم يعني هذه خاصية كبيرة جدا عن كل ملاكم، أنه هو يحاول حتى في كرة القدم، حتى في كرة القدم تصريحات الإعلامية قبل المباريات سواء من المدربين أو حتى من بعض اللاعبين. فهذه يعني التصريحات اللي تصير قبل، ولكن الملاكمة في شيء مميز أن الملاكمين يتواجهون قبل النزال وأثناء حتى أحيانا أثناء هذه المواجهة تحدث بعض المناوشات بين اللاعبين الاثنين او الملاكمين الاثنين. هاي قبل النزال، قبل النزال. نعم. هذه الحرب الاعلاميه اللي تدور. اي نعم فعلا. هل هذا يكون شو في النهايه او هو فعلا تاثير نفسي بينهم؟ هو الاثنين، هو يعني المنظمين للمباريات يحاولون يخلقون اثاره. اي طبعا الاثاره جدا مهمه في جذب الجماهير، في جذب وسائل الاعلام، وبالتالي في جذب الرعاه، لان الرياضه اليوم صارت يعني لها جانب مادي ومهم جدا يعني. فالجانب الاول هو الشو اللي يخلقه المنظمين، ولكن ايضا الملاكم يستغل هاي المواجهه في التاثير النفسي على الخصم ماله. لما تظهر انت قوي والقوه دائما تعطي الثقه، الواحد اللي يعني اذا احنا لما نروح نصور شلون نصور واحنا يعني صدرنا لداخل او صدرنا طالع؟ دائما نصور صدرنا فوق. ليش؟ لان هاي بين على القوه، والقوه تعطي دلاله على الثقه. فلما الملاكم يواجه خصمه بهذه القوه وهذه الثقه اللي هو العرض ما قبل النزال. اي نعم، المواجهه قبل النزال. نعم ياثر على الجانب، يعني ياثر على ثقه الملاكم المنافس بنفسه، وياثر على يعني تقييمه لقدراته. يمكن يشكك، لا ذاك اقوى مني، انا يمكن اضعف، انه هو اطول يعني مني. ممكن يكون هاي مو شو اصلا، ولا هو عرض ولا استعراض قاعد يسويه الفايتر او الملاكم. نعم. هو بالفعل يحاول انه ياثر على فعلا إيه؟ خصمه على اساس يوتره بعض. صحيح. بعض صحيح. الشيء ويحط عليه ضغوط. نعم نفسية. انا اعتقد يعني نفس ما قلت لك في جانبين، الجانب الاول المنظمين يحرصون عليه اللي هو الشو والمواجهه والاثاره، والجانب الثاني الجانب النفسي، التأثير النفسي على الخصم قبل النزال، أساس لما يدش النزال يدش وهو يعني داون شوية، وهو عنده أدفانتج. الملاكم اللي ظهر شكل أقوى في المواجهة قبل النزال عنده أدفانتج، لما يعني عنده تفوق لما يدش النزال على خصمه. ننتقل إلى الجانب الجماهيري، مثل ما قلت بما أنا تكلمت عنه دكتور، الجمهور في كل الرياضة عنصر هام أمانة. نعم. ودائما نلاحظ تفاعل الجماهير خاصة مع رياضة الملاكمة. نعم. أن هي تتحمس معهم قبل. صحيح. النزال فترة وتنتظر، وأيضا في المؤتمرات الصحفية وفي أيضا العرض والوزن. صحيح. هل تؤثر هاي الجماهير الموجودة وهذه في عالم السوشيال ميديا ايضا؟ صحيح. على الملاكم وقت النزال. صحيح. طبعا الملاكم يتاثر، رياضي بشكل عام، الملاكم في النهايه رياضي وفرد، ويتاثر بما يتاثر فيه الافراد بشكل عام. انت تشوف دخول الملاكم حق النزال، حق الحلبة، الموسيقى والاضواء، ويعني هذه الصخب وتشجيع الجماهير، ايش كثر يعطي ثقه حق الملاكم. وفي نفس الوقت الملاكم نفس ما قلنا قبل شويه، اللي في المواجهه قبل النزال حس نفسه انه هو اقل من الملاكم الاخر، هذه يصير عنده ضعف. اي حتى يعني احيانا يعني لما تشوف بعض النزالات في الملاكمه، طريقه مشيه الملاكم من غرفه تبديل الملابس الى الحلبة تعطيك تنبؤ ان هذه داش وهو يعني قوي، داش النزال وهو قوي، وهذه داش النزال وعنده شكوك شوية. فالجماهير والدعم الجماهيري اللي حصله الملاكم، خصوصا يعني اسمه تفضل في وقت السوشيال ميديا وفي وقت الدعم الجماهيري، مش فقط داخل الحلبة، الملاكمة احنا نزالات الملاكمة منقولة عالميا. في يمكن الصيف الماضي صار نزال القرن اللي سموه يعني كونور ماكريغر وماي وذر. اي نعم. يعني شاهدنا حرب إعلامية 9 شهور متواصلة. صحيح. قبل النزال دكتور. نعم. يعني نعم. كانت حرب إعلامية ونزال قبل النزال. قبل النزال. نعم. فهي نعم. التغطية الإعلامية والمتابعة الجماهيرية سواء في داخل يعني حلبة الملاكمة أو حتى من خلال وسائل الإعلام والسوشيال ميديا، لها يعني تأثير يا إيجابي على الملاكم القوي أو سلبي على الملاكم اللي يحس نفسه أنه هو يعني فاقد للأفضلية في الحلبة. هو كونور ماكريغر معروف بلعبة في حرب النفسية لخصمه. دكتور نعم. نتكلم عن تواجد أخصائيين نفسيين. نعم. هل من المهم
أن كل ملاكم أو ممارس لهذه الرياضة أن يكون عنده أخصائي نفسي يساعده، وشنو يمكن يكون دورهم مع الملاكم؟ نعم، جداً مهم، جداً مهم. خلاص أعطيك مثال على دراسة نشرت قبل شهرين في مجلة علم النفس التطبيقي. أدرسوا كرة السلة، فرق كرة السلة، وشافوا شلون كل لاعب شلون تتأثر حياته العادية بدوره في الفريق في كرة السلة. فشافوا البوينت جارد يعني البلاي ميكر صانع الألعاب في كرة السلة في حياته العادية شخص منظم وشخص يتخذ قرارات وشخص يعني قائد داخل أسرته وقائد عند زملائه وبيئة أصدقائه، لأن هذه نفس الدور اللي قاعد يمارسه في اللعبة في كرة السلة. ليش مهم وجود أخصائي نفسي رياضي مع الملاكم؟ لأن الملاكم قد يتأثر من الطبيعة العدائية للملاكمة لهذا النوع من الرياضة، فيكون الطبيعة العدائية مرافقة لا في حياته برع الحلبة. فمهم جدا وجود أخصائي نفسي أساس يسيطر على السلوك العدواني عنده. توك تقول ماكغريغور زين، تو من يومين معتقلينه لأنه تهجم على باص وعلى زملائه في ما شاء الله متابع دكتور حتى في اليو سي. فالسلوك العدواني قد يلازم الملاكم حتى خارج الحلبة، فوجود الأخصائي النفسي الرياضي مهم جدا في السيطرة على هاي السلوك العدواني على أساس ما يتأثر أو ما تتأثر حياة الملاكم بشكل سلبي من الطبيعة العدائية حق اللعبة. شلون أشيل الضغوط من المذيع دكتور في النهاية؟ ما في ضغوط ما شاء الله عليك، مبتسم وشرح، الله يعطيك العافية. الله يعافيك، بالعكس شهادة تسفيه. طبعا أستاذ علم النفس الرياضي المساعد بكلية التربية الرياضية بجامعة البحرين دكتور علي صليبيخ، كل الشكر والتقدير لك على تواجدك معنا، ودائما سعيدين بتواجدك، وأكيد لقاءنا متجدد دائما بفقرات جديدة في سيكولوجيا الرياضة. مشكور أخي حازم، أنا أسعد. شكرا لك دكتور. شكرا. إذن مشاهدينا، لأول مرة في مملكتنا تقام سباقات البحرين لصعود سلالم الأبراج الماراثون العمودي بمشاركة أكثر من 300 لاعب. تفاصيل أكثر مع بسمة عبد. والله تمرنا كم اليوم على جهزة الداري وشوي جاري، الحمد لله. يعني البطولة مو وايد سهلة، صعبة يعني شوي. هاي أول مرة أشارك فيها في التاور رن، كان تحدي جديد حقنا أنا والبنات هذا تيم. استعدادات بسيطة، كنا نيجي كم يوم هني قبل الريس عشان نجرب التاور، و it was amazing. في كل طابق صار فيه الجري، في كل طابق كان فيه منظمين، وطبعا استعدادنا احنا قبل بيوم جينا حطينا الكونزات ودربونا، سوينا تدريب في البداية، بعدها وزعونا على هني وجينا. طبعا نفس ما تشوفين اسعافات أولية كانوا موجودين في كل طابق، مو بس هاي الطابق، تحت وبعد كل الطوابق تقريبا كان فيها اسعافات أولية مخصصين حقهم أسرة. المعدات كلها جاهزة، كلها موجودة، وما كان ناقصنا شيء الحمد لله. مشارك اليوم في سباق عكس الجاذبية، وهذه أول مشاركة لفريق المحفزين، وإن شاء الله الجاية تكون بعد أفضل. اليوم جربنا تحدي للمرة الأولى في البحرين، هو تحدي صعود السلالم، صعود الأبراج، وتحدي شخصي قبل لا يكون تحدي للمنافسين الباقين. والصراحة أن لما تكمل السباق تحس أن لا شيء مستحيل، كل شيء ممكن أن تنفذه بالإصرار والعزيمة والتواصل. I would recommend that if you really want to try something else, something new, then Tower Run is actually quite interesting, that it gives you different fatigue levels.
صعوبة طبعا تبدي عقب الطابق العشرين، عقب الطابق العشرين هنا تبدي الحرارة، هنا تبدي العضلة تشير، ولازم تضغط نفسك ذهنيا قبل جسديا حق تقدر تكمل السباق. ثاني تجربة لي في التاور ريس، أول تجربة كانت في برج الحمراء في الكويت، هاي بما أنها صارت في البحرين فحبينا نشارك، وتجربة وايد روعة. أشكر المنظمين، أشكر كل من ساهم في نجاح هاي الفعالية، أشكر كل من شارك، أشكر تلفزيون البحرين. إذن مشاهدي الحديث أكثر عن سباق البحرين لصعود سلالم الأبراج، يسعدنا أن نرحب بضيفنا في الاستديو السيد فتحي محمود مدير سباق البحرين لصعود سلالم الأبراج. مسي عليك بالخير ونور والسرور. أهلا وسهلا. في البداية لنتكلم عن استعداداتكم لهذا السباق. أول شيء مبروكين نجاح هذا السباق وهذا النجاح البار وهذا التنظيم لأكثر من رائع. شلون كانت استعداداتكم في البداية لاستقبال مثل هذا النوع من السباقات؟ الاستعدادات هي تقريبا كانت 3 أشهر كنا نعد للسباق على أرض الواقع. كفكرة كأعداد احنا من قبل عادينها، بس تعرف ان شيء جديد على البحرين. في البداية كانت الصعوبة عندنا اللي هو تعريف اللعبة، لما تقول يعني ان راح تصعد في على المبنى او في المبنى، يعني الناس كلها تروح للحبل. فلا بعدين مع مرور الوقت عرفوا، وحين ما شاء الله عليهم ان هذه الرياضه بعد لها متعه اخرى، لها متعه اخرى. ايوه نعم. لو نتكلم عن عوامل النجاح اللي صارت لهذه الفعاليه، شوف العامل الاساسي في هذه الفعاليه هم اللاعبين او بالاحرى المشاركين، لأن اللعبة هذه بدون مشاركين ما تعطيك ذاك المرح أو المنافسة. هاي الأول. الثاني ترجع إلى المنظمين. يعني أنا أول شيء أحب أشكر المنظمين، الكادر البحريني، يعني المنظمين صواعد الشبابية هذين، يعني أهم يعني التنظيم ترى كله بحريني. والحلو في هذا الامر بعد يعني ان حتى الشركات اللي مساهمه، يعني اكثر شيء انا اقول لك خلينا نكون صريحين ان هذه مساهمه كلها من شركات. نعم. يعني وهذا الهدف الرئيسي اللي احنا كنا نسعى الى، ان احنا ما نستعين بالجهات الحكوميه لمتى احنا بس يا حكومه ادعمينا او يا اتحاد ادعمنا، لا احنا نبي ان يكون الرياضات يعني منها ومن نفسها، ما تحتاج الى الدعم، هي الرياضه تدعم نفسها، هي تدعم نفسها ومحبينها هم اللي ينجحون. ايوه بالضبط. احنا مثل ما شفنا في التقرير ومثل ما ذكرت، المشاركه هي كانت احد العوامل النجاح. أيوة. و25 دوله شاركوا في هذا السباق. شلون شفت تفاعل المشاركين، تفاعل المتسابقين اللي حرصوا انهم يشاركون ويون في وقت مبكر نوعا ما؟ شفت يعني عشان اكون يعني ما اهضم حقهم، انا كنت متوتر يعني ذاك اليوم، يعني تعرف اول حضور، يعني اول سباق يكون عندنا بالبحرين، الحضور فوق يعني تقريبا 300 شخص، الحضور مبكر، يعني شو اقول لك، وانا الساعه 6 الناس تتصل فيني احنا وصلنا الموقع وانا متفقين على الساعه 8:30 9، يعني من قعدتك وانت متوتر. يعني انا ما ابي اهضم يعني شغفهم او فرحتهم، بس صراحه يعني ذاك اليوم انا ابي صراحه ينطر بخلص بسرعه، لان اقول لك يعني تفاجأت بالعدد اللي يعني عاده في السباقات انه يقول لك اللي يسجلون 300 واللي يجونك في يوم السباق 50 معروفه، بس لا تفاجأنا ان حتى اللي من خارج البحرين يعني بعد اللي مشاركين بعد وصلوا،
في ناس جايين عشان الفورمولا 1 يعني ضربوا عصفورين شارك. ايوه عصفورين بحيط. فهذه كلها يعني وعامل الجو ذاك اليوم كان شوي بعد ساعدكم؟ لا كان ضدنا. كان في هواء ايوه وكان في هواء. فتعرف هذه العوامل كلها. بس في لحظه التتويج هني شفت الفرحه على الكل، والتقرير يعني اللي شفناه مع المشاهدين عطاك شلون بالضبط. يعني انا اقول لك اليومك هذا قبل ما ادخل الاستديو بعد نفس الشيء الجماعه متى 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 يا جماعه احنا عندنا برنامج قاعدين نمشي عليه تونا مخلصين تونا مخلصين. فان شاء الله راح نبتدي في عندنا هو اعداد حق ان شاء الله بيكون حق بطوله اللي هو حق العيد الوطني بس طريقه التصفيات. يعني هذه اللعبه لها شروطها. ادخل في قوانين اللعبه. أيوة. وفي تفاصيلها وانظمتها، ولكن خلينا نتكلم عن البطوله الان في البدايه. وعن مستوى اللاعبين، هل مستوى اللاعبين بشكل عام كان مقبول او اكثر من جيد مقارنه ان اللعبه جديده ونوعا ما ان هي لاول مره تقريبا تقام في البحرين؟ انا بتكلم لك على مستوى العالم. يعني انا راح اقارن النتائج العالميه بالنتائج السباق. النتائج العالميه وموجوده والكل يروح على مستر جوجل راح يشوف اللاعبين البحرين اللي حصل على المركز الاول. الاخ مبارك محمد السليطي هذا يقدر ينافس على المراكز الاولى عالميا كمستوى يابها في 7 دقائق و2 ثانية. على مستوى العالم يجيبها لك في 6 دقائق يعني وعطها بعد شوي. بس هاي المركز الاول، بس المركز الثاني والثالث نفس النتائج او هو بعد يمكن افضل منهم في النتائج هذه على نفس المستوى. انا اتكلم على 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 نفس المستوى الارتفاع 200 متر تقريبا عدد السلالم اللي هو 1150 او 1050 هذه لين المعدل. اذا خلينا نتكلم بتفاصيل اكثر. أيوة. اشرح لنا السباق شلون يتم توزيع المتسابقين وانطلاقه السباق. هل هناك يعني تنافس في احدى يعني فئات ام هم مجموعات؟ اوكي هو احنا اخذنا ابسط الاشياء اللي هي بدينا عليها بداية. هي عندنا الفئة العمرية، الفئة العمرية تنأخذ من 16 سنة ل 29 سنة، وعندنا الفئة الثانية اللي هي فئة 30 سنة ل 49. يعني أنا كانت عندنا الفئة الفوق 50 بس اللي شاركوا سجلوا 2 فدمجناهم مع 40 لأن 2 ما تقدر تنافس فيهم، أو ونظام اللعبة إنه يكون أقل شيء 6. وعندنا اللي هو التيم اللي هو 4 أشخاص اللي هو التتابع. فهذه يعني حتى التتابع يعني الشباب المطافي وزارة الداخلية بقسم المسمى مالهم صح ما عارفه بس انه هو المطافي اللي احنا نعرفه. زين الجماعة ذيلين بعد يابوا المركز الأول في التتابع وبالنتائج مشرفة صراحة. يعني لما كنا نخاطب يعني انا كنا مع على التليفون مع الاتحاد العالمي لسباقات نفس هذا الاتحاد لان لا اتحاد هو بعد اتحاد دولي لا ايه اتحاد دولي اسمه الاتحاد الدولي لسباقات صعود سلالم الابراج ومقره في امريكا. فلما نتكلم معه وقلت له النتائج قال لي يعني نتائج مشرفة يعني في جميع المجالات يعني تقدرون تنافسون عليها. فهذه اللي يعني عندنا اللي شاركنا فيها. وفي نعم. بعد ان انت تقدر تسوي نظام التصفيات اللي راح تسوونه المستقبليا الآن. ايوه هذا نظام ادوار تمهيدية في البداية. هو بيكون اول شيء اوبن، الفئات العمرية كلها اوبن بس راح يكون النساء لحالهم والرجال لحالهم لان قوة الرجال تختلف عن قوة النساء في التحمل في هاي الامور. لا 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 بيزعلون بعدين. لا مو هذه حقيقة يعني هذه حقيقة مصورة بديش علينا الاستديو. لا بس هذه حقيقة.
وهي مصنفة يعني أن تحمل الرجل في الأقوى يعني فبيكونوا مصنفين اثنينهم بس بعدين راح نختار 30 الأول 30 والأول 30 من الرجال والنساء وتدخلونهم إلى الدور النهائي وندخلهم للدور النهائي نعم هذه راح تكون في العيد الوطني احنا قاعدين نتشاور مع الاتحاد العالمي ان علشان نبي نسوي بطولة البحرين الجائزة الكبرى نبي تكون معتمدة وتكون في البحرين يعني بشكل رسمي اكثر يعني بشكل رسمي بحضور تقريبا 200 الى 250 متسابق من انحاء العالم يتنافسون عليها في البحرين نعم أنا من خلال اللقطات اللي شفناهم يعني على الهواء مباشرة قبل شوي ومن خلال التغيير اللي شفناه لعدة لنا زميلتنا العزيزة بسمة عبده لاحظت مشاركة ذوي الإعاقة معاكم أنا خليني أقول لك شيء يعني هذه كانت مبادرة من عندنا إحنا كلمناهم وشرحنا لهم الطريقة وقلنا لهم أنتوا هذه رياضة هذه الخاصة الرياضة اللي الكل يفكر أنها صعبة نعم. وعلى ذوي الإعاقة بتكون أصعب أو مستحيلة نبيكم تشاركون معنا فشاركة هي 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 مش إن مشاركة كان لنتائج لا مشاركة للمشاركة وللإثبات يعني تحدي النفس هي في الأساس اللعبة تحدي النفس وبالعكس إن يعني هذا شرف كبير نعم. ان يكونوا موجودين وبالعكس راح يكون حتى هم في التصفيات موجودين نعم. فعندنا بعد يعني على مستوى على المستوى الرياضي هذه اللعبه هي مستوى رياضي بس انت لما بتدخل لها على اقتصادي او تجاري او شيء خلنا يعني هذا باب ثاني بنحوله هو يعني ما بنحول البرنامج الى برنامج اقتصادي بس اقول لك هذه اللعبه لعبه اساسها رياضيه اقتصاديه سياحيه نعم احنا لو نرجع نتكلم عن مشاركه ذوي الاعاقه شلون كانت مشاركتهم شنو نوع السباق اللي شاركوا فيه نفس السباق قدروا انه يصعدوا السلالم ايوه في بعضهم صعد السلم ليوصل يعني هو ما في يعني اوكي ان ان, إن هي رياضه للجميع يعني رياضه للجميع ما ادري الكل كان مستغرب يعني هاي السؤال ترى حتى الكل اللي هناك كانوا مستغربين ان شلون شارك ان شلون شارك شلون وصل فوق شلون حاله ترى كل الرياضات يشاركون صح اوكي ما علينا نقول احنا بس هذه الرياضه في شخص يقول لي الشخص العادي السليم ما يقدر يصعد السلم هذا اللي انا يعني شلون هذا شلون حرام عليك بدنيه يقول لي حرام عليك قلت له لا في نهايه السباق بتشوفه فوق ولابس ميداليه امانه تحيه لهم ويعطيهم الصحه والعافيه اصحاب همم وعزيمه صح ودائما يعشقون التحديات وهم دائما نتعلم منهم انه ما في كلمه مستحيل نعم في اي قامة وهذا الشيء مستحيل. وهذا الشيء اللي نعم لو نتكلم عن طموحاتكم المستقبليه مثل ما ذكرت التعاون مع الاتحاد الدولي واقامه بطوله عالميه خلينا نتكلم على شكل اوسع شنو طموحكم من خلال اقامه هذه البطولات هو الطموح هو اسم البحرين نعم لان هذه البطوله انت لما يعني بتقيمها راح تقيمها على معلم من معالم البحرين هذه البطولة لما بتروج راح تروج لها أنها هي في البحرين هذه البطولة لما بتجيب الناس راح تجيبهم على البحرين يعني هي احنا الهدف والطموح منا أن احنا نطلع اسم البحرين في جميع المحافل يعني حتى بقول لك ان معلومه وهاي احنا اللي عشان من ضمن الطموحات ان بعد 36 شهر البحرين راح تكون اكبر برج في العالم موجود في البحرين بارتفاع 200 طابق
200 طابق حصري يعني لا مو حصري موجود هذا مصرح فيه هذا مصرحين فيه انه راح موجود لا تقيمون فيه لا ما راح لا ما راح نقيم فيه انا اقول لك هذه طموحي اني انا اسوي فيه ها اوكي بعد 36 شهر ال- 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 البرج راح يكون ارتفاعه 200 طابق عن ال- وعن الارض راح يكون 1130 متر عن الارض يعني هو اكبر برج في العالم فهذا احنا طموحنا ان نقيم فيه البطوله بس نبي اهتمام شوي احنا ما نقول نبي اهتمام المسؤولين اللي هو ماديا احنا ما نفكر ماديا هذه ابدا انت تحتاج الى مشاركه تبي نبي وقفه هذه الرياضه نبي وقفه نبي وقفه مثل ما وقف معانا انا اقول لك خلنا نكون صريح مثلا المحافظ سعاده الشيخ هشام محافظ العاصمة وقف معانا ونشكر بعد سعادة الشيخ الشيخ عيسى بن علي اللي توج الفائزين وبعد في نقطة مهمة هذه أنا عشان ما أبي بشكل سريع تعرف إن في عندنا أحد المطاعم عشان ما نسوي الدعاية ما بقول اسمه تبنى لاعبين علشان البطولة اللي عندنا تبناهم على أساس يدعمهم ويساعدهم ويعدهم عدهم بالأكل الصحي وهذا هذا اللي نحتاجه في النهاية هذا اللي نحتاجه بالضبط عموما سيد فتحي محمود مدير سباق البحرين صعود سلالم الأبراج كل الشكر والتقدير لك على تواجدك معنا ومنياتنا لكم بكل التوفيق إن شاء الله والنجاح ورفع اسم مملكة البحرين في جميع المحافل الخارجية إن شاء الله شكرا لك حياتي. إذن مشاهدينا ننتقل إلى التايكواندو حيث تقيم أكاديمية ثندر للتايكواندو في مركز شباب الشاخورة دورات لتعليم رياضة التايكواندو للدفاع عن النفس تحت إشراف وعناية من قبل مدربين هذه الأكاديمية تفاصيل أكثر مع ليت عبد العال. طبعا مشاهدينا الحديث اكثر عن اكاديميه ثندر للتايكواندو معنا في الاستديو المدرب عصام اسماعيل والمدرب السيد حسين احمدي اهلا ومرحبا فيكم مسي عليكم بالخير والنور والسرور. انا ببتدي بعد يعني مع طبعا كابتن عصام باللقطات الجميله اللي شفناها على الهواء مباشره ابتسامه الاطفال فحتى المخرج يقول لي هاي ولدك قلت له يا ريت ولدي ما شاء الله عليهم يعني مبدعين وفنانين شلون تقدرون تسيطرون على هذا الكم
من الأطفال وتعلمونهم هذه الرياضة؟ السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم ساء الورد والنور والسرور. وأشكر هيئة الإذاعة والتلفزيون على الاستضافة. والله السيطرة عليهم هو يبغي لها يعني روح بال يعني إن بالك يصير وصبر لأن الصغار صعب إنك تسيطر عليهم. صح. بالأخص إن هذولين يعني أعمارهم من 4 سنوات ف يعني إنك أنت كأنك تربيهم من البداية لازم يعني تصغر إيه نعم. مخك لـ4 سنوات وتمشي معهم تمشي وياهم على نفس العمر. صحيح. فعلشان كذي شوف يعني مو كل المدربين يصبر ويا هاي العمر بس الحمد لله يعني أنا بالأخص قادر أصبر لأن من 95 وأنا ويا الأطفال هذين فالحمد لله. نعم سيد متعود وياهم يعني يعطيك الصحة والعافية كابتن. كابتن سيد في البداية خلينا نتكلم عن سبب اختياركم لاسم ثندر. ثندر هاي الاسم الحركة الرومسي الرابع اللي هو مشتق من عنده اللي هو البرق والرعد فمشتقين الاسم من هاي عند حالة بومسي عند بومسي من رقم 1 إلى 17 اللي هو مجموعة حركات قتالية قتال خيالي زين فماخذين الاسم من هاي بومسي رقم 4 فاللي هو بالعربي ترجمتها اللي هو البرق والرعد فأخذنا الاسم من هاي اللي هو البومسي دي. نعم كابتن عصام خلينا نتكلم عن الفئات السنية اللي يضمها الأكاديمية. أنت ذكرتني من 4 سنوات. من 4 سنوات نعم. والفئات الأخرى الموجودين يعني طبعا احنا كل الأكاديميات تقريبا يعني اللي يمارسون لعبة تيكواندو يبدؤون أو الدفاع عن النفس يبدؤون من هاي السن. بعضهم يمكن يبدأ من 5 سنوات والبعض يبدأ من 4 سنوات فما فوق يعني السن مفتوح يعني ما نقول هذه شايب ولا هاي شباب ولا هاي لا مفتوح الأعمار مفتوحة من 4 سنوات وانت رايح نعم. بس طبعا يختلف عندك مثلا الشباب أو إذا هل واحد هل في كلاسات معينة يعني للأعمار ولا كلهم لا هم كلهم نفس الشيء بس أنت مثلا حق البطولات أو حق كلاسات قصد أن يكون توزيعهم هل في نفس الأكاديمية لا في نفس الأكاديمية طبعا موزعين يعني على حسب الأعمار إيه نعم نعم. طبعا كابتن سيد لاحظنا وجود يعني ايضا من لقطات وجود العنصر النسائي شلون اقبال العنصر النسائي عندكم؟ العنصر النسائي بما احنا في محيط مركزنا في محيط القرى فالعادات والتقاليد تحكم ان العنصر النسائي شوي صعب ان تجذبه بس يعني وردتنا اتصالات وكلمونا بعض اولياء الامور حتى منهم يعني السيدات ان يبغون يشاركون بس احنا لازم يعني ملزومين بعدد معين على اساس ان نفتح الكلاسات يعني اذا بنزيد الكلاسات لازم يكون عدد معين عندنا على الاقل يخلينا نفتح الكلاسات لهم بس الى الحين ما توفر وهم بعد يحتاج ان ما بنكون احنا كرجال مندربهم نحتاج إلى مدربة. فبعد في صدد البحث عن مدربة على أساس إنه تمسك من البداية وتأسيس يكون صحيح مو بس نبدأ وبعدين نرد نوقف وهي لا ما نبغي إحنا نبغين على نبدي على أساس صحيح ونواصل معهم إن شاء الله. نعم كابتن عصام لو نتكلم عن مدى اطلاع أولياء الأمور لهذه الرياضة هذه اللعبة ثقافتهم ممكن في بعض الأحيان أولياء الأمور هم اللي يشجعون أطفالهم هم اللي يشجعون روح مارس روح تعلم علشان تتعلم الحفاظ على نفسك أو تتحكم في الغضب صح. مثل هذه هي أساسيات لعبة صح. الدفاع ألعاب الدفاع عن النفس صح كلام هو شوف أولياء الأمور تيك يعني فئات بعض أولياء الأمور يعني شو أقول لك إن هم يعني ما يسوي برس حق الطفل لا يعني هو يشجعه فهني انت تحصل الطفل اصلا او اللاعب هو يؤدي لك احسن وتحصل مواهبه يبرزها اكثر بس بعضهم يعني لان في داعمين داعم المدرب وداعم ولي الامر اي نعم بس الولي امر يعني هما داعمين لنا اكثر يعني بالاخص احنا اللي لاحظناهم واللي موجودين عندنا ما شاء الله متفاهمين وكل اولياء الامور يعني معاملتهم معنا ومعاملتهم ويا اطفالهم بعد ممتازه ويعني ما دخلوهم للاكاديميه علشان يتدربون لعبه دفاع عن النفس
انهم علشان يتحكموا في نفسهم يعني في نعم. يعني نضيف على كابتن يعني. عصام سامحه يعني احنا في الاكاديميه الفاميلي يعني خلينا الجو فاميلي عائلي يعني مقربين من اولياء الامور مقربين من اللاعبين فحتى اولياء امور عاطينا جرين لايت بالنسبه حق اولادهم يعني ما في مشكله ان مثلا يروح حفص المدارس يروح يشتكي او لا يتفهم ولي الامر قاعد يتفهم ان لا هي مدربين وقاعد يسوي شيء جديد ويسوي شيء زين حق الاولاد. نعم كابتن عصام لو نتكلم عن الدعم اللي حصلته قبل افتتاح الاكاديميه كدعم مادي او شيء تقصد يعني ولا لا من الدعم المعنوي من حضورهم من تواجدهم ساعات تحصل يعني الطفل يجي أيوة مع ولي امره يقعد معاك يشجعك يعطيك كلمتين حلوين تسمع هالكلمتين تقدر تأدي تقدر تعطي نعم هو يعني احنا بدأنا او خلينا نقول من بدأنا الاولياء الامور هم اللي يشجعونا صراحة يعني احنا بدأنا يمكن بعدد كلش قليل يعني يمكن بدأنا بستة وبعدين خلال اسبوع صرنا عشرة وتزايد شوي وتزايد مو بسبب يعني شو اسمه معاملتنا لهم وأولياء الأمور هم اللي ما شاء الله يعني دعمونا بكل شيء يعني هم اللي موجودين عندنا تقريبا كلهم عائلة واحدة يعني كلهم مترابطين ما شاء الله عليهم نعم كابتن سيد لو نرجع في بداية الأكاديمية شلون جاتكم فكرة هذه الأكاديمية يعني الفضل اللي يرجع في فكرة الأكاديمية الكابتن عصام يعني أنا ما كان في بالي إن هالفترة إني أدخل المجال أفتح لي مكان أنا مستمر أدرب بس في مكان ثاني بس فكرة الأكاديمية جت من كابتن عصام قعدنا قال نقاط 1 2 3 ومشينا ها توكل على الله ومشيت والله ما كان في بالي كان كله عند كابتن عصام خطط لها من فترة وأنا ما أدري عنها بس صدمني فيها في مرة واحدة جات يعني جت حتى نفس ما قال أخوي عصام إنه كان العدد قليل يعني بدأنا بستة يعني كنا نقعد اليوم بطولة ما حد يجينا على أساس تسجيل فبدأنا بستة بس بعدين يعني بجهود أولياء الأمور الصراحة ما قصروا وهم اللي نشروا الإعلان نعم. على الانستغرام على الواتسابات فهي خلى العدد يزايد شوي شوي وهي العدد اللي تشوفه يعني الحمد لله رب العالمين وإن شاء الله نستمر بهالعدد وأكثر موفقين كابتن كابتن عصام برجع لك البداية مرة ثانية هو ذكرنا الفكريات من عندك أنت شلون بديت هذه الفكرة شلون قدرت أن يعني تكونها وتشكل فريق عمل وتبتدي في هذه الأكاديمية هي بداية الفكرة صراحة يعني الشكر كل الشكر للكابتن سعيد جاسم علي هو مدير مدرسة وصاحب مدرسة البحرين التيكواندو هو اللي شجعني بداية ودعمني في كل شيء وما زال يدعمني هذه بداية الفكرة لأن أنا دربت عنده من 95 وما زلت أدرب بدايته كانت في 95؟ إيه بدايتي في التدريب من 95 يعني أنا كنت قبل بس من 95 بدأت أدرب كمساعد مدرب وفي سنة 99 بدأت يعني عندي مجموعة بروحي بس ويا يعني 23 سنة حاليا إيه الحمد لله الصحة والعافية الله يعافيك فضلك فهذه البداية وبعدين يعني صراحة صار نوع التحدي مع ناس مقربين مني إن أنت ما تقدر تفتح ولا تقدر و فخطط لها وبدأت فكرة هذه وبفكرة الاسم وخطط بكل شيء يعني كانت التفاصيل كلها موجودة فقط التنفيذ التنفيذ كان صراحة يعني المكان تواجد المكان في وين بيكون صراحة المكان مهم يعني إنك أنت صح. تبدأ بمشروع بس يمكن المكان لازم ما يساعدك يعني الناس اللي فيه متقبلين هذا أيوة الفكرة. متقبلين فحتى يعني أول ما رحنا مركز شباب الشاخورة أنا ما كنت صراحة متشجع للمكان بس الكابتن سيد حسين قال لا خلاص هذا المكان وصل. وايد مناسب وفعلا طلع مناسب الحمد لله نعم كابتن سيد الأحزم اللي أنت تعطونها في الأكاديمية واللي معتمد عندكم تقدرون الاتحاد الدولي WTF World Taekwondo Federation اختصارها اللي هو عندنا نبدأ بالحزام الأبيض ومنها إلى الأخضر ومنها إلى سوري الأبيض الأصفر الأخضر الأزرق البني الأحمر وأخير مرتبة اللي هو الأسود والأسود على مراتب إلى 9 دان أو 10 دان
وهي يكون الأحزمة المرتفعة الناين وهي والأيت يكون عادة شرفية وجلالة الملك طبعاً عنده اللي هو أو كان بحرين أوبن تايكواندو البطولة اللي صارت سلموا الاتحاد الدولي الحزام اللي هو الأسود وكان لاعب بعد قبل تدرب فهاي الأحزمة تبتدي مثلاً عندنا الأبيض إلى الأصفر الفترة تأخذ من شهر إلى شهر ونص ونفس الشيء الأخضر الأصفر والأخضر هاي نحن نسميه تشجيعي يعني تعطي اللاعب دفعة على أساس إن الاستمرارية معانا بس لما يبتدي من الأخضر إلى الأزرق هني لا وقف لازم في أشياء إحنا نطلبها من اللاعب يسويها من ركلات الرجلين من ضربات اليدين من البومسي هاي اللي خبرتك عنها اشتقينا اسم المدرسة منها المجموعة هاي وكل حزام إليه بومسي معينة إليه ما يوصل إليه الأسود ويكون يعني مشوار طويل كابتن صراحة هو إحنا نقول طويل بس يعتمد على اللاعب في لاعبين موهوبين أنا كنت أتوقع شيء أسهل من كذي سهل هو والله سهل بس إنه تكون جونك لاعب يعني تطلع روحي اللي محصل الأسود لا لا الأسود لأنه ما بتفحص عندنا ما تفحص يعني في الأكاديمية تفحص في الاتحاد البحريني للدفاع عن نفسه علشان كذي لازم تكون مهيئ فحرام إن نوديك أو مو زين حقنا إحنا كمدربين إن لما إن توصل للفحص وما تعدي الفحص وما تعدي أو ما تواقف كذي ما تعرف شو تسوي يقول شنو منو مدربنا فلا إحنا ما نبغي إحنا لازم ما نوصل إلى هالمرتبة أو هالمرحلة إلا اللاعب طالع بيرفكت ما بنقول بيرفكت 100% بس هاكو عارف ان ايش قاعد يسوي ايش قاعد عموما يعني انا في النهايه اقدم لكم جزيل الشكر على تواجدكم معنا الكابتن والمدرب عصام اسماعيل والمدرب السيد حسين احمد كل الشكر وتقدير لكم على تواجدكم معنا امنياتنا طبعا لاكاديميه ثندر للتايكوندو بالنجاح والتوفيق إن شاء الله والشكر موصول والمزيد لكم من التطور إن شاء الله والعطاء إن شاء الله, إن شاء الله والشكر موصول لكم موصول لهيئة الإذاعة والتلفزيون مشكورين على استضافتنا مرة ثانية وما قصرتوا هذا واجبنا شكراً الله يخليك مشكور إذن مشاهدينا وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج الملعب نلقاكم بكرة إن شاء الله في حلقة جديدة وفي نفس الموعد مع برنامج الملعب إلى ذاك الحين نترككم في حفظ الله ورعايته ومع السلامة.